طبعا طبيعة الحال أيضا صناعة الدواجن والتطور اللي يحيط بها، واحتياج النمو السكاني العالي أيضا، كلها دوافع أنه يعني نلجأ إلى هكذا مشروع اللي هو التفخيص الصناعي. أيضا فيت هيلز اوف ثاوزندز اوف ايج ات تايم، فكرة انه اني احضن بيض لربما اعداد هائلة في حاضنة وكأنه في وقت واحد محدد واحصل على افراخ، هاي فكرة استهوتني، لذلك يعني كان الافضل انه يكملون يعني الباحثين والمنتجين يكملون في هذا الموضوع اللي هو الارتفيشال انكوبيشن. مثل ما عرفنا الناتشرال انكوبيشن، نريد نعرف الارتفيشال انكوبيشن. هنا تختلف نوعا ما، هنا عندنا ماشين، اذا تعريفها راح يكون يوز اوف ماشين ويتش وان كير هيومن ديفايد بيرز ايج تو انكوبيت اند ايفنتشلي هاتش ذيم. يعني هنا ماشين، آلة توفر لي الدف، توفر لي الرطوبة، التقليب، كل مقومات شروط التفقيس توفر لي اياها الآلة إذا صح التعبير، اللي هي تقوم مقام الأم في الناتشرال انكوبيشن. المفاقس بطبيعة الحال هنا اللي تشوفون صورة أمامكم يوضح نموذج من المفاقس، اللي تشوفون أكو رفوف، هذه كل رف يحتوي على عشرات من البيض المحصر، يدخل في هذه الغرفة اللي هي فيها الحرارة، على يعني هسه راح تجي احتياجات التفقيس، الحرارة وش قد كم درجة نحتاج في الحاضنة، وأيضا بالنسبة للرطوبة وش قد المقدار مع الرطوبة، كلها موفرة في داخل هذه الزون أو هذه الغرفة. Then an apparatus for maintaining optimal condition temperature مثل ما قلنا الحرارة والرطوبة، علما حتى ينمو الجنين for growth and development and for hatching egg، كلها حتى نهيئ الجنين للتفقيس. هواي يعني على تطور الزمن ظهرت انواع عديده من الحاضنات. هنا سلايد امامنا يقول تايبس اوف انكوبيترز، انواع الحاضنات، وين كان ديفايدد ذا تايب اوف انكوبيترز از. طبعا هنا نقدر احنا نقسم المفاقس او الحاضنات اللي قلنا عليها، اما انه نقسمها او نقدر نقول هي انواع متعدده حسب السايز او حسب الهيت سورس او حسب الهاتشري مانجمنت او حسب الخيار الاخر اللي هو قلنا حسب السايز وحسب الهيت سورس وحسب الهاتشري مانجمنت والفنتليشن سيستم. حسب السايز نقدر نقول هناك انواع نوعين من المفاقس، اما ان تكون سمول او لارج. السمول اللي يضم من 100 الى 500 بيضه،
اللارج من 10,000 10,000 إلى 50,000 بيضة. طبعا البيض من نقول بيض ومهيئ للتفقيس معناته بيض مخصب زين، مو اكو نوعين من البيض اعزائي، اكو بيض نسميه احنا بيض المائده اللي هذا المتداول بالاسواق، هذا يسموه بيض المائده. البيض الخاص للتفقيس يجب ان يكون مخصب. التخصيب هنا طبعا بطبيعه الحال هناك حقول مهيئه لانتاج بيض مخصب. شنو هاي الحقول؟ الضم اناث والضم ذكور، حتى يكون هناك ميتينج، يكون جماع، يكون هناك تخصيب للبيض حتى يكون مهيئ لنقله الى المفاقس. لكن بيض المائده اللي نشوفه في الاسواق هذا مجرد بيض ناتج عن حقول حاويه على امهات على اناث فقط. صار معلوم؟ اذا نقدر احنا ايضا ما موضوع اللي نقدر نقول هناك اختلاف في المفاقس حسب الهيت سورس. ليش اخذنا الهيت سورس؟ من الشروط المهمه للتفقيس هو درجه الحراره. هذه الحراره شلون احصل عليها؟ احصل عليها امام الهيتر او بايب هوت اير او بايب هوت ووتر. اذا بالاعتماد على الهيت سورس اقدر اقول هناك مفاقس تدار او تنطيني ثلاث انواع منها، تكون اما بالهيترات او بانابيب الهواء الحار، هواء حار يمر في انابيب في داخل هذه الغرفه اللي شفناها مثلا بغض النظر عن كبرها، هذه الهواء الحار ينطيني حراره اللي انا اريدها، حراره محدده، او نوع اخر هي المفاقس تعطي حراره بواسطه الماء الحار وليس الهواء الحار. نقدر ايضا يعني نقول هناك مفاقس مختلفه بالاعتماد على شنو؟ الشق الثالث بالاعتماد على الهيتشري مانجمنت، اداره المفاقس. يعني شلون؟ يعني بعض المفاقس تدار مانيوالي، مانيوالي نقصد بها يدوي، وبعض المفاقس تدار اوتوماتيك اللي نقول عليها فول اوتوماتيك. بعض المفاقس لا، نص يدوي ونص اوتوماتيك نسميها سيمي اوتوماتيك. زين، اذا لما اقول شنو الانواع، انواع او كيف تختلف المفاقس على اساس الهيتشري مانجمنت، يقولوا لي اكو نوع يدار مانيوالي، اكو سيمي اوتوماتيك، واكو فول اوتوماتيك. من اطلب من عندكم مثلا اقول لكم شنو الامور اللي على اساسها انه نقدر نقول اكو مفاقس مختلفه، تقولوا لي على اما على اساس السايز الحجم او على اساس الهيت سورس مصدر الحراره او على اساس الهاتشري مانجمنت، وفاينالي اخيرا على اساس الفنتليشن سيستم. للشروط ايضا اضافه الى قلنا الحراره والرطوبه والتهويه، لان الفنتليشن سيستم مهمه. بالفنتليشن سيستم او نظام التهويه ايضا نقدر نقول تختلف المفاقس حسب هذا النظام الى نوعين، ستيل اير انكيوبيتر وفورست اير انكيوبيتر. النوع الاول ستيل اير انكيوبيتر، وياي شباب انتم وياي اعزائي. وياك دكتور. وياك دكتور. انا ليش احب عن المحاضرة الحضورية طبعا لها نكهتها بصراحة، يعني بالأباوع بوجوهكم أعزائي يعني المحاورة تصير ألطف، لكن هنا لا حاور شاشة يعني إذا صح التعبير، لكن أريد تفاعلكم
بين فترة وفترة قد أشوفكم وياي يعني. نكمل. الفنتليشن سيستم هنا قلنا أما أن يكون ستيل اير انكوبيتر حاضنات تصنف على أساس هواء ساكن يمر بها، هنا نظام التهوية يكون يعني وكأنه طبيعي. زين اللي هي شنو؟ which have no fan، هنا ماكو مراوح، يعني الهواء اكو، احنا نعرف في مثلا لو كنا في غرفة ما ومفتوح الشباك، في حال انه اكو يعني لو عما خروج ودخول هواء بس غير محسوس، يعني بالاحرى ماكو فان، ماكو تبريد مبردة مثلا اذا صح التعبير، ماكو مروحة يعني على طبيعة الهواء، هنا نسميها الستيل اير انكوبيترز. اذا من مميزات هذه الانواع انه يكون تكون غير حاوية على الفان. So the air is allowed as purified. فهو نوعا ما طبيعي وساكن. Difficult to maintain proper temperature and humidity. هنا ايضا اكو اختلافات على النوع اللي راح يجي بعده. هنا بيقول لي بعض الاحيان لانه الهواء ما اتدخل في حركته راح تكون عندي صعوبه في المحافظه على درجه الحراره اللي انا احتاجها للتفقيس، سواء حراره او رطوبه. في الغالب هكذا الانواع تكون درجه الحراره تتراوح، يجب ان تتراوح ما بين 100 الى 101 فهرنهايت. الرطوبه راح تكون بين 60 الى 65%. هنا أنا يعني انا ما بدي اسبق، بس خلوكم فاكرين بانه هنا عندنا درجتين من الرطوبه، 60 الى 65. خلي اسبق السلايد اللي بعده وخلي ادخل بالصل بالموضوع. المفاقس اعزائي هسه راح نلجا يعني السلايدات القادمه نشوفها تتكون من جزئين. اعتقد اذا طلعت فيها افضل. بارتس اوف الكمبيوتر. بس الحضور شوكت ينزل. نعم. بس الحضور شوكت ينزل. ممكن فد شويه وانزل. فد شويه. بس خلي اكمل على السريع. انا طولت عليكم بجوز، بس تقطعات هواي صارت عندنا. بارتس اوف انكوبيتر اكو نوعين او قسمين، جزئين في المفقس. المفقس به جزئين. الجزء الاول نسميه ستر والجزء الثاني نسميه الهتشر. الجزء الاول الستر يعني الحاضن، الجزء الحاضن. تبقى به البيضه لمدة 18 يوم. الجزء الآخر نسميه الهجر، ويبقى به البيض لمدة 3 أيام، اللي بقت من 21 يوم 3 أيام. إذا من 19 وال20 وال21 راح يكون في هذا الجزء. إذا عرفنا احنا المفقسة تتكون من جزئين اللي هي الستر والهجر. أنا من رحت لذاك السائل حتى أقول لكم بالنسبة للرطوبة اللي هي humidity، في الجزء الأول اللي هو الستر نحتاج أن تكون درجة الرطوبة من 60 إلى 65%. في الجزء الثاني اللي هو الهجر نحتاج أن تصعد الرطوبة عندنا حتى نهيئ الفرخ لأنه يكسر القشرة ويطلع خارج هذه القشرة الصلبة. الرطوبة هنا راح تساعدنا، تساعد نوعا ما، الرطوبة راح تصعد تصير من 70 إلى 75%. إذا نكمل. هذا النوع من الانكوبيتر ventilation provide through the natural mean، يعني تعتمد ماكو مراوح بيها، تعتمد على الهواء الطبيعي والساكن إذا صح التعبير. النوع الآخر اللي هو الفورست اير انكوبيتر، هنا
على النقيض اللي من الاولى هنا عندنا مراوح او اجهزه تبريد او مثل ما نعبر عنها بالمبردات. هذه طبعا النوع طبعا بالكامل كومبليتلي اوتومايزد، يعني التحكم به اوتوماتيكي وما يحتاج تدخلنا، لانه مروحه تخليها على درجه تعرف انت راح يدخل الهواء الى داخل الجزئين سواء الستر او الحجر. هنا ايضا احنا نحتاج الى ان يكون درجه الحراره نوعا ما يعني ثابته، ما نقدر احنا مثلا نعلي التبريد او نطفيه وهكذا. هذه الامور يجب ان تبرمج، وهو المشين قادر انه يبرمج لي درجه الحراره وكذلك الرطوبه. احنا تشوفون درجه الحراره نحتاج او بالاحرى في هكذا مفاقس تكون في الغالب من 99 الى 99 او نص فهرنهايت، بينما هناك كانت من 100 الى 101 فهرنهايت. درجه الرطوبه هنا من 60 الى 65% رطوبه نسبيه. هناك شنو في ذاك النوع درجه الحراره درجه الرطوبه النسبه المئويه للرطوبه تكون في نسبتين بالاحرى، في الستر شكل وفي الهجر شكل. طبعا في الغالب هكذا مفقسات تكون كبيره الحجم، يعني من 100 بيضه فما فوق. حكينا موضوع الستر والهجر، هذه مهمه عندي. هذه كلها العمليه وانشغال العالم بانه يهيئون هذه الامور، ولجأنا الى عمليه الارتفيشال انكيوبيتر او انكيوبيشن، نريد نشوف بها يعني بها فوائد هذه العمليه. بالطبع فوائدها عديده، advantages to artificial incubation. There are the advantages to artificial incubation. First, with artificial incubation, you can hatch eggs whenever you want. You don't have to wait for a hen to go broody. لأن أول شيء الذي ألجأ لهذه العملية هو أنه أريد أعداد كبيرة من الأفراخ وفي آن واحد. زين، وخلاني احصل على تلك الاعداد بدون ما انتظر الدجاجه اللي تمر في مرحله البروديه كونها في مرحله الرقاق. هذا جانب. الجانب الاخر، من قلنا احنا الدجاجه الام راح تنشغل في حضن البيض راح تتوقف عن انتاج البيض، وهذا الامر ما يخدمني. اذا انا حررت فريد دهن فروم برودنس، حررت الام من هذه العمليه. زين، وبالتالي قدرت احصل على استمراريه لانتاج بيض. اي بس هذه برودوس ايج ا فول تايم ديورينج ذا اير. اذا هنا انا اقدر انه انتج بيض على مدار السنه، ما محدد في وقت محدد. You can hatch out as many eggs when we want. وقت ما أريد. We have got chicks in the same age and the same time. أقدر أحصل على أفراخ في نفس العمر وفي نفس الوقت. وهذه الفقرتين مهمة عندي من أريد أنشئ قطيع لأفراخ لحم أو قطيع لدجاج. يجب أن أدخل الافراخ وهم في نفس العمر وفي نفس الوقت. هاي بعدين في محاضرات اخرى راح نشوف انه اكو مبدا نسميه all in all out، الدخول في نفس الوقت والخروج في نفس الوقت، ومن الشروط يجب ان تكون ايضا في نفس العمر. طبعا بالتاكيد بعض الادفانس الاخرى take advantage of the hen for eggs protection rather than their use in eggs incubation.
احنا ايضا بالامكان هذه العمليه اللي انا اقوم بها، انه احصل على بيض فري فروم ديزيز، يعني انا اقدر اسيطر على الامراض، كان بكنترول اوف ذا ديزيز which transmitted from the hen to the hatch chicks. من هذه العملية أقدر أسيطر، بينما إن كان في natural incubation لربما الأم حاملة للمرض وبالتالي تنقل إلى الأفراخ. يعني إذا فرق واحد بين قطيع بالتأكيد راح يسبب لنا هلاك العديد وخسارة العديد من الأفراخ. النقيض الآخر احنا يجب أن نقول، من قلنا ناخذ الايجابيات والسلبيات، احنا ايضا راح نتطرق لسلبيات هذه العمليه ولربما سلبياتها اقل من فوائدها. اذا فوائد كثيره بس يجب ان نتطرق الى disadvantages to artificial incubation as well. You have to worry about the temperature, ventilation and humidity. هنا قلنا في بعض المفاقس انه تكون مانيوالي، هنا يعني انا اتحكم بها، وهذه طبعا الامر بمحاذير عده، لانه متى اختلفت درجه الحراره او الرطوبه او التهويه لفتره قصيره، واذا انا خسرت عشرات العشرات من البيض زين اللي هو اصلا انا ردت احصل على افراخ من عنده، اذا هذه العمليه ربما مخيفه بالنسبه لي، يجب ان اتقيد. بينما من نروح على الناتشرال، احنا قلنا ما نهتم بهذه المواضيع، ما نراعي موضوع الحراره والرطوبه والتقليب، الام كفيله به. زين، هنا السلبيه الاخرى، if you do not have an automatic turn you will have to turn the egg. عندنا هنا طبعا التقليب مهم جدا، وحنجي في دروس لاحقه محاضرات اخرى نشوف التقليب ليش مهم. هنا انا راح اكون مشغول، امي لازم اقلب البيض بنفسي، واذا ما قلب فراح يسبب لي مشاكل في للجنين. الانكيوبيترز يوجوالي هاتش اوت لور برسنتج اوف ايج دان برودي هيد. تذكرون من قلنا احنا بالنسبه للناتشرال انكيوبيشن قلنا احنا كم بيضه احنا مخلين يعني للام ان ترقد عليها، كلها راح تخرج افراخ، يعني نسبه الفقس راح تكون 100% عندي، لكن مو بالضروره احنا بالمشين راح تكون نسبه الفقس 100%. زين، لانه شنو؟ لانه هنا تدخل الانسان هنا. زين، لانه تدخلنا بالحراره والرطوبه. هذه الامور ربما يعني تسبب لنا مشاكل بالنسبه بالفقس. انا اعتقد اللي هنا راح اكتفي بعرض السلايدات، وراح اعطيكم قائمه الحضور، واعذروني من التاخير، يعني هذه امور مو بيدي حقيقه، خارج عن دكتور احمد العفو. دكتور احمد، دكتور احمد، الفورم احنا مو سويناه، أنا أشكر حسن إصغائكم أعزائي، وأكرر اعتذاري للتأخير اللي صار اللي خارج إرادتي حقيقة يعني. وأنا أشكر زميلي الدكتور أحمد في أنه ساعدني على رفع هذه المحاضرة لكم. دكتور
عيني حبيبي. بس سؤال، البيضة ليش ايه كذا قول لي تكون بيضاوية؟ قول لي قول لي اسأل اسأل بابا. العفو دكتور، بس قامت الحضور شوية تنزل. يا حبيبي يا سيد نزلكم يا معيني نزلت على كلاس على لا كلاس دكتور ماكو. دكتور أحمد وياكم قرر الفرع سجلوا سوا، سجلوا بالكلاس حضور محاضرة ذات الزواج المكتوبة. دكتور راح تنزل فورمال ولا شنو؟ نزلت الفورمة، نزلت الفورمة مكتوب حضور محاضرة إدارة الدواجن المرحلة الأولى. استعجل بسرعة حتى 5 دقائق ونسجل. دكتور ما موجودة، أنا نازل لحد دكتور الآن ما عندي. بالكلاس أبوي بالكلاس عيني بالكلاس. دكتور ما بخصك، هي نزلت موجودة بس بالكلاس سوي رفرش. موجودة موجودة. بالكلاس سوي رفرش. تمام. بس اذا هاي الموثق اللي حولناها على التليجرام اذا يقدر جاي يسمعني. نزلتها بالقناة، بس بلغنا ان نزلتها بالتليجرام. دكتور بلغهم انه نزلت بالقناة مال التليجرام اول شيء. ثاني شيء دكتور، الفورمة تسمح للاستضافة انه يقدمون يعني حضور؟ لو الا انه الرسمي. لا لا مو الا ايميل رسمي. واذا شكرا عندهم دكتور. مشكله خلي يقولون، مو مشكله هسه حاليا احنا هذا دكتور اول ما كلاس. تفتح الفورمة. ثواني بابا.